يعني طبعا مع احترامنا لاخواتنا وزمايلنا واساتذتنا المرشدين، ده مش واي فاي. خلاص نهدى بقى، نهدى عشان دي تتقال كتير. انا بقول لك الحتت اللي هتتقال وهتقابلك كتير. ممكن تلاقي جسد مش عايز يدفو خالص، هو عايز يقول لك وريني الواي فاي، هو جاي عايز يشوف الواي فاي، فلازم تبقى عارف فين هو مكانه فين. ماشي. طيب زي ما قلنا this place ده fascinating figure offering figure ماسك ايه بقى؟ دي حاجه اسمها ribs of meat. خلاص ستبو، خلاص الميت او الستبو والريبس اللي هي الريش اللي هي اسمها اشو، كانت احد الاشكال التقديمات اللي كانت بتقدم في المعابد. هو في المعابد كان ما كانش بيقدم اكل حقيقي، هو كان بيقدم على النصوص من خلال نص 1000 خبز و1000 جعة و1000 بيض ومن ضمنها 1000 قطعة مثلا لحم. خلاص ودايما ذكرت في النصوص خصوصا مثلا البيراميد تكست والكلام ده كله ان هو انا هقدم هذا النص او هقدم هذه اللحوم لاسعد قلبك. خلاص لان هو من خلالها تم القضاء على الاله ست، وان ست لما اول ما تاكل اللحمه ديت هيتغاظ ويتضايق وقصه كده، هي مرتبطه باسعاد قلب الكينج المتوفى. خلاص وليس لها اي علاقه بالواي فاي. ماشي عشان بس ايه نبقى واضحين. اوكي طيب يبقى after leaving بواسخة حبو شيل البي حط بي وحط تي هتبقى حتبو. This is the hall of offerings and because of being the hall of offering okay all of the ايه بقى all of the scenes here are offering scene dating back to Ptolemy the fourth and the sixth and so on most ancient Ptolemies. يعني what is interesting in this place that one it represents one of the offerings which is the meat. Alas, the meat was called sitibu or ashu. It's pieces of ribs and it was presented as an offering for the king. According to the pyramid text, when the king is eating this piece, his heart will be satisfied and Set will be angry. And this is a type of offering and it has nothing to do with Iba'a, with the wife. Mesh shabab. لغايه كده مفهوم؟ مفهوم. خلاص؟ طيب انا معنى التكييف اللي احنا شفناها ديت كانت السلم الغربي، اذا معنى كده ان السلم الغربي في اوضه والسلم الشرقي ايه؟ قبليه. الاوضه المخيفه ديت هي اتجاه الايه؟ السلم الغربي. هنا احنا فين؟ وسخه حرب ايه؟ او وسخه باسجت، صاله التسوع او الصاله المتوسطه، وزي ما قلنا في دندره هذه الصاله هي الحد الفاصل ما بين الأجزاء الخارجية للمعبد وأكثر أجزاء المعبد إيه بقى؟ قدسية. ماشي يا شباب؟ هنا عندنا صالة خاصة بالإله سكر، واتكلمنا على الإله سكر ومين هو سكر، وهنا عندنا أوبننج لإيه بقى؟ للوعد. ماشي؟ ده كده مفهوم؟ طيب this place is a is called وسخة حرب إيب أو وسخة باسجت. اوكي وسخه حرب ايب او وسخه باسجت is the transitional place. يعني ايه transitional place؟ من فتره انتقاليه كده between the inner parts the most sacred parts. مش عايزه كلام. The most sacred parts of the temple and the outer parts of a of the temple because of being this place it's occupied with four registers of different openings with different offerings and here on the lateral sides we have windows for ventilation and illumination. دي حفرة الوعبت. اوكي ما تفرقش كتير، انا سمعت كتير بيقول ما تفرقش، اهم حاجة تبقى مركز وانت بتشرح. الملك هنا هو اللي يقوم بالتطهير لتمثال الاله. الملك هو اللي بيقوم بالتطهير لتمثال الايه؟ إله. وأشكال بقى مختلفة من التقدمة، على سبيل المثال مثلا دي تقدمة الأقمشة، شايفين إيدي؟ تقدمة الأقمشة هنا أهي، وتقدمة النوجار، خلاص؟ تقدمة أشكال الحقاء والنخخ علامات الحكم للملك، تقدمة الحح ملايين السنين لحورس وحتحور، خلاص؟ كل دي أشكال مختلفة لمختلف أنواع الإيه؟ التقدمة. عندك فوق منظر مرة أخرى، شايفين إيد نون كبيرة إزاي؟ شايفينها؟ وشايفين كده وأدي رجليها أهي الأدم بتاعها. خلاص ده جسم الإلهة نون واللي في النص
متقسم في 6 مراكب 12 مركب عشان يعبروا عن ساعات الليل المختلفة. نفس الكلام هتقولوا نون هي الإلهة الرئيسية بالبلو ستارز والدوتس اللي موجود. ماشي. يبقى from the وسخة passages the hall of the Enid we enter from the eastern side to the Wabit room an independent place for purifying the statue of the god. Here the king in the lower register is making purification to the statue of Herbahtis with 2 springs of water. On the upper registers we can find different offerings. For example, we have the offering of the Hech sign, the offering of the science of reality, the Nechech and the Heqa, the jars, the clothes, and on the ceiling. It's a very important scene. The outstretched shape of goddess Nut, the main goddess of the sky. And in the central part, the boats are divided into 2 parts, 6 boats on each side. And in every boat, we can find a circle in which God Ra is represented during his different age phases. وخلي بالك من الحتة دي. يعني هو في السيركلز دي متمثل مرة شاب ومرة عجوز ماسك عصاية وهكذا. شايفين الدوائر اللي في النص؟ خلاص؟ هو المفروض أشكال حورس المختلفة أثناء وجوده كشاب وفي الآخر للشيخوخة وهكذا. برضو من الأشكال الظريفة جدا عارفين شايفين العتب اللي فوق شكل إيه بقى؟ خفر الإله خفر إله الجنريشن وهو ماسك بيدحرج إيه بقى؟ الصن ديسك قدامه وهو وينجت خلاص الوينجت سكارب أو وينجت خفر دوت إذا ساين أوف ريجنريشن ريزركشن وانس أجين خفر خلاص and he was a god in fact god خفر sometimes represented in the form of a scarab headed man. And here he is rolling the sun disk in front of him. ماشي يا شباب يلا بينا.